ضابط شرطة مصري يفعل شيء صدم الملايين، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. ضابط شرطة مصري جاءه أمر بالقيام بتنفيذ حكم إخلاء سكن، فجمع قوته وتوجه للمنزل المراد إخلاءه، ففتح له الباب رجل عجوز كهل لا يكاد يمشي. دخل الضابط السكن ووجده لا يحتوي سوى على بعض الأشياء القليلة جدا، فوجه سؤاله للعجوز: من يعيش معك؟ فقال: لا أحد، أسكن لوحدي. وسأله: لماذا لم تسدد الإيجار؟ فقال: معاشي ضئيل وعلاجي يأخذ أغلبه، ولا يتبقى لي سوى القليل الذي أعيش به، وقمت ببيع أغلب الآثاث لأكمل الدواء، وطلبت من المالك أن يمهلني حتى أستطيع أن أدفع له، فليس لي مأوى سوى هنا، ولا أتحمل برد الشارع. نظر الضابط له وتكاد دموعه تنزل من عينيه لهذا المنظر، فسأله العجوز: انت يا بي جاي ترمني في الشارع؟ فابتسم الضابط المصري الاصيل والدموع في عينيه: من قالك كده؟ انا جاي انا واللي معايا نسأل عليك ونطمن على صحتك. فقال له: ربنا يبارك لكم، والله تعبان قوي يا بي وما بقدرش اجيب الدواء كله. قال الضابط: ما احنا سمعنا كده وجينا علشان نوديك المستشفى، الاسعاف جاي في الطريق. وقام الضابط المصري الاصيل بطلب الاسعاف، ثم توجه لمالك البيت وقال له: هو عليه كام؟ قال له 1900 جنيه. قال له: اعمل مخلصة وهتاخد فلوسك، واعمل ايصال بستة شهور مقدم وشوف كم حسابك. وصل الاسعاف وجابوا كرسي متحرك وقاموا بوضعه وحمله لسيارة الاسعاف، وتوجه للمستشفى وتم الكشف الطبي عليه، وقام بصرف كل ما يحتاج من علاج من صيدلية المستشفى. وطبيب كريم قام بإحضار بعض الأدوية غير المتوفرة من الخارج، وحمله الضابط في سيارة الشرطة ورجع به للبيت، وقال له: نصف ساعة وراجع. وأحضر المبلغ وأخذ الإيصالات وتنازل صاحب العقار، وهم بالخروج فناداه العجوز: هتيجي تزورني تاني به؟ قال له: طبعا. وأخرج ورقة وكتب رقم هاتفه وقال له: ده رقمي، لو احتجتني رن علي، وأنا كل أسبوع حاجة زورك. ذهب لينفذ قرار المحكمة، وكأن الله ساقه لهذا العجوز عندما تتجاوز القانون بالإنسانية. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.